هذا الأمر ما كنا خيب عليه رجانا الكل نتضوم قالوا المشركين هذا الغلام محن مهما نحكي قول يسمع كلامنا القنا كيف الرأي دحين هذا الأمر ما كنا وخيبة رجانا أريتنا كان ما كنا شاوروا ليه بجهل قالوا له نحن بطلنا ومن كافة عباد تصنعنا اتعطلنا الأمر أمركم تمموا لا يكشفوا باطنا ولم أولاد غريش النخل من وطننا إبليس قال لهم يا قوم يا قوم مرق راجلنا وبقبض التراب إبليس قال لهم يا قوم مرق راجلنا سوى أسحار بقبض التراب خجلنا بقبض التراب خجلنا أموركم تمموا هيجنا الخصام ولومنا ما عجلنا وسكان مكة قالوا تعبنا وتجلجلنا اتلموا الجميع قالوا الأمر لومنا وخيب عليه دقونا الكل نتبومنا أموركم تمموا لا يكشفوا باطننا لموا لا دوريش النخل من وطننا قال لهم سراقا الغار نحن وصلنا وفتشناه زين شي فيه ما حصلنا الراي أرجعوا في بيوتنا نأخذ صنا خبر كان بعيد وكان قريب يصنا أخبار الدخول في الغار سار لعقلنا وبخبر اليقين عن الثغات نقلنا حرفتنا المديح أياه باقي شغلنا قول السقاط أهل السجائل قلنا النبي توجه مدينته الفيها جات المنا خبر القبائل كلهن علمنا لاقوه السعاد قالوا له بك آمنا يا طيب الأصل بك طبنا وطاب زمنا بك طبنا وطاب زمنا يا طيب الأصل بك طبنا وطاب زمنا طيب الأصل بك طبنا وطاب زمنا آيات الرسول الحب زين ما كنا دا
داخل في الفؤاد من الطفال ساكننا. الصيد النفور يرتع قريب يدنا، يشكيل البعير يبكي ويرد فالحنا. الصلاة والسلام عد النبات للحنا، الصلاة والسلام ترضي الرسول مخزنا. الآل والجميع أصحابه الأحي السنة، أو يلقى ببشري عجواره بطن الجنة. ببشري عجواره بطن الجنة، أو نلقى بالجميع جواره بطن الجنة. محمد بارك.